خلص السمر تبع ال عيش لك لك اوكي تبدي بلشت يعني افكر اني اوثق كل قصه بتصير وعملت عده مجسمات لقصص حدثت في فلسطين هي لشهداء او اسرى. الاقبال كان من الناس اقبال رائع جدا، الكل شجعني، الكل حابب انه يشوف شو بشتغل. كمان على المستوى الخارجي كمية كبيرة من الناس يعني ساكنين في الخارج في أوروبا في أمريكا كانت تتصل فيها باستمرار وتشجعني على هذا الفن. محمد الله طبعا يا أخوي عمير تعرف يعني السلام ونحن نحن رسالتي للعالم، إذا العالم مش قادرين يشوفونا من خلال التصوير، من خلال الفيديو، من خلال أنا بحاول إني أوريهم من خلال الفن. يعني الفن هي طريقة ممكن نعتبرها طريقة من طرق المقاومة، ولكن مش كل شيء يعني خلينا نقول إن العالم في الخارج شايف صورنا، شايف فيديوهاتنا، شايف كل شيء، بس ممكن احنا مش ما بنوصله يعني ما بنوصل الفكرة كاملة شو عن معاناة شعبنا تحت الاحتلال. فأنا بحاول أوصلهم إياه للناس أو للجزء اللي ما بده يفهم عن طريق الصورة والفيديو، ممكن أوصل له عن طريق الفن، ممكن أبسط له الفكرة ونفهمها أكثر. هذا منهجه تجسد محمد الضرر للشيخ باكستان تبعي اخذوا اسم اكبر من ايش اسمه تشيرجا ريزيستنس الطاوله وصف واحد احسن ايوه واحده واحده واحده